يسعد صباحكم أحبتي، أهلا وسهلا ومرحبا وفقرة الأبراج لهذا اليوم. تمنياتنا لكم بنهار مبارك إن شاء الله مليء بالتوفيق والخيرات، وكذلك تحياتي لكل زملائنا في كادر قناة الرشيد، تمنياتي للجميع بالخير والسلامة والسلام. أهلا وسهلا بكم. الخارطة الفلكية تشير إلى اختلاف الوضع الفلكي في الخارطة الفلكية في محورين، أولها انتقالة القمر من برج العقرب إلى برج القوس، وهذا راح يخفف كثيرا من التشنج الفلكي الحاصل بين زحل وأورانوس والشمس والمشتري. فهذا شوية وجود القمر كان مؤثر جدا بوجوده في برج العقرب، مشكل لنا يعني فد تشنج قوي. هذا دل لاحظ في غضب من خلال يعني غضب الطبيعة، ليش؟ لأنه الكواكب تؤثر على الطبيعة وكذلك تؤثر على الإنسان وتؤثر على من في الأرض. فهذه الأمور كلها لعبت دور كبير في أنه تقوي الأمور اللي دل لاحظها للأسف في بقية دول العالم، وهذا إن شاء الله يتحقق بفضل الجهود أخذ الاحتياطات. ما زال التربيع الفلكي واجد طالما الشمس موجودة في برج الأسد، لكن نقول كل ما يختلف الموقع الفلكي كل ما تكون أفضل. الشمس بدرجاتها الأخيرة اليوم 16، يعني بقت كم يوم وتغادر برج الأسد، فإن شاء الله ربي يخفف هالغضب على الطبيعة ويساعد العالم في تجاوز هالمحن من خلال غضب الأجواء وغضب الطبيعة وكذلك تأثيرها على الإنسان. هذا من باب. من باب آخر إنه القمر هذا اليوم بلغ برج القوس الناري، ووجوده في برج القوس الناري ماكتا فيه رح يبقى لمدة يوم 18، حيث يوم 18 بالشهر رح ينتقل إلى برج الجدي الترابي. فهذين اليومين تعتبر يومين أقل تشنجاً فلكياً بين الكواكب، فلهذا تعتبر فترة إن شاء الله مخففة إلى أن نصل إلى يوم 22 بعد أن تغادر الشمس برج الأسد، فهذا الوضع الفلكي شوية يكون بفد نوع من التخفيف على كاهل الطبيعة وكذلك على كاهل الأفراد والأبراج المتواجدة فيها هذه الكواكب. وجود القمر هاليوم في برج القوس غير الخارطة الفلكية كتغيير طبيعي لتحرك القمر الذي هو كل يومين إلى يومين ونصف في كل برج. أما الكوكب الآخر اللي غيرنا الخارطة الفلكية فهو كوكب الزهرة. انتقل هذا اليوم كوكب الزهرة إلى برج الميزان الهوائي، وهو بيته الثاني اللي يحكمه. فيمكن في الفترات أو الحلقة السابقة وصيتنا وقلنا أنه يا جماعة اللي تابعين لكوكب الزهرة، كوكب الزهرة عندها انتقالة، وهذه الانتقالة ممكن أن تجعل الوضع يبقى روتيني قدر المستطاع، الابتعاد عن عمليات التجميل، الابتعاد عن بدء شيء جديد، عدم اتخاذ أي قرار يخص العاطفة لأنها مسؤولة عليه. وقد تظهر أحياناً أعراض اللي تخص يعني وجود أو تأثير الزهرة جسمانياً وصحياً على الأشخاص. أما اليوم فقد انتقلت الزهرة إلى برج الميزان وبلش استقرارها في برج الميزان، فغيرت الخارطة الفلكية. كم سيمكث يعني وجودها؟ سيمكث وجودها إن شاء الله لغاية يوم 30 من شهر أيلول، يعني عدها وقت كثير راح تقضي في برج الميزان. فهذا يعني أنه ما زالت المدة طويلة، فمعنى ذلك أنه علينا يا أخوتي أن نعرف هذا التأثير ومدى أهميته. ليش؟ لأنه مكوثها في هذه الفترة الطويلة لازم نراعي وجودها في هذه المنطقة. ترى هي المندتشاكس
وإلمن تكون بوضع إيجابي، هذا ما سنعرفه من خلال التوقعات العامة نتيجة لدخول الزهرة إلى برج الميزان في هذه الفترة لغاية 30 من شهر أيلول، علما أنه كوكب عطارد أيضا بعد يوم بعد كم يوم إن شاء الله راح ينتقل إلى برج الميزان، فيصبحون الزهرة وعطارد في برج الميزان مع وجود حركة تراجعية لكوكب عطارد في وقتها. راح نذكر الوقت تراجع هذا الكوكب في برج الميزان، لكن الآن حتى 10 أيلول نشوف شنو هي التوقعات بالنسبة إلى بقية الأبراج. نبدأها ببرج الحمل الناري كالمعتاد. عزيزي مولود برج الحمل الناري، الفترة كل ما تنتقل الكواكب إلى برج الميزان من برج العذراء راح يخليك تتجاوز مرحلة صحية، مرحلة صحية. من الممكن إذا كنت في تلك الفترة بلشت أو بدأت سيستم جديد لأجل الحصول على عمل جديد، أو بذلت الجهود، أو بذلت كل ما تستطيع لأجل أنه تفتح لك مجال أبواب عمل جديد، فهذه راح تساعدك لأن راح تدعم شراكات العمل. وكذلك مع دخول عطارد أيضا في بداياته قبل تراجع راح يدعم ذلك. فأتمنى في هذه الفترة، أريدك مولود برج الحمل بهالفترة تشد حيلك لأجل تقوية أواصر علاقاتك، الشراكاتك المهنية وكذلك العاطفية. هناك كثير من الأشخاص اللي ممكن يكونون عندهم خلافات مع أي علاقة عاطفية، قد تكون علاقة مع الحبيبة، مع الخطيبة، مع الزوجة، أو حتى العلاقات العاطفية الأخرى، لأنه العلاقة مع الأب والأم أيضا تحكمها العاطفة، العلاقة مع الأخوة، مع الجيران، مع الأصدقاء، ففرص لحصول صلح أو بدء شراكات جديدة، فما زرعته في الأمس سوف تحصده في هذه الفترة. فليش كنا نشجع نقول حاول أن تبذل الجهد، لأنه هذه الفترة هي الحصيلة، إذا تابعت وراجعت فيمكن تحصل على نتيجة. كثير منكم من سوف يحصل على عمل، سوف يستطيع من فتح مشروع، أو كان هناك التوقف في أمور شراكة معينة ممكن أن تنطلق إلى مجال يكون إلى صالحك عزيزي الحمل الناري. كذلك هناك أمور ممكن أنه تتخلص من أمور أو مشاكل مرضية كانت الزهرة مسببت لك هي، يعني كأن تكون أمور هرمونات أو أمور البشرة، وكذلك حالة نفسية ممكن أنه تسبب لك فد نوع من الانغلاق، نوع من العصبية المفرطة. من جتي انتقلت إلى برج الميزان لا رح تكون الوضعية أخف. ننتقل الآن إلى برج الثور. بيتك كوكبك الحاكم انتقل إلى بيت العمل، هذا راح يساعدك جدا في أولا معالجة الأمراض، معالجة الأمراض التي تختص بها الزهرة النفسية والجسدية. يعني ماذا نقصد؟ نقصد أنه إذا انتقلت الكواكب أو الكوكب إلى برج الميزان كوكبك الحاكم، معناه أنه ممكن أولا تتجاوز أمراض الزهرة اللي تسببها في الجسم، وكذلك اللي تسببها في النفس. هناك فد قرارات، هناك فد إيجابيات في حياتك، هناك فد أفكار جديدة ممكن أن تدخل إلى حياتك فيما يخص وضعك العاطفي، فأنت راح تقرر وضعك العاطفي في الفترة الحالية، لكن اعتمد على العقلانية في تقدير الأمور ولا تعتمد على المزاجية، لأنه المزاجية ما راح تمكنك من اتخاذ قرار إيجابي. ننتقل إلى برج الجوزاء. برج الجوزاء وجود الزهرة في برج الميزان هذا راح يساعدك كثيرا، موقع جد إيجابي بالنسبة لتحركاتك، لخطواتك، هذا راح يخلي هناك فبابة انفراج من ضغط المريخ اللي موجود في بيت الأسرة وبيت الطاقات والتنقلات. منكم من سوف يستطيع أن يحصل على
تصريح بإقامة في دولة أو الحصول على تجديد الجواز، أو هناك فت فرحة تخص أحد الأولاد، بيت مناسب جدا للإنجاب دخول الزهرة، اللي يعني متأخرين بالإنجاب أو اللي عندهم أمور طبية تختص بهال المنطلق، فمن الممكن نجاحها وتحقيق إنجاب. فهذه الفترة الإنسان لما يكون عنده هو عطشان وأمامه قدح من الماء، فش راح يسوي؟ بالمقابل راح يمد إيده ويشرب الماء. فهذه الفترة تقول لك إنه أنت سعيت، فهذا السعي ممكن أن يكلل بالنجاح، خصوصا فيما يخص الأبناء أو الإنجاب أو الحياة الرومانسية أو الحياة العاطفية. حياتك العاطفية راح تكون أكثر إيجابية وأقل وطأة، خصوصا مع انتقال كوكبك الحاكم أيضا، ما بقى له شيء وينتقل إلى برج الميزان، فهذا راح يصلح الأوضاع كثيرا ويخليك شوية تكون أكثر إيجابية من ذي قبل. ننتقل إلى مواليد برج السرطان. انتقالة الزهرة إلى برج الميزان هذا راح يساعدك كثيرا. شلون؟ أولا، من منكم في وجهة سفر أو سفر بعيد؟ من منكم عنده مشاكل في أمور اللي تخص الأعمال أو كل المعاملات التي تخص السفارات أو تخص الجوازات أو تخص الإقامات؟ أخواننا وأخواتنا في المهجر يمكن بعدهم محاصلين، فهي فترة مناسبة لتقديم هالأمور جدا، تكون فترة مقبولة، ما راح تبقون مدة كثيرة تنتظرون. أو يمكن تكون هذه نتيجة تحصيل الأعمال. قسم منكم راح يغير موقع سكنه، راح يغير هاتفه، راح يغير رقم هاتفه، لأنه هالأمور هذه يمكن أكو تغييرات في حياتك. بيت الطاقات والتنقلات، الأسرة يمكن راح تكون تحتاجك أو أنت راح تحتاج الأسرة في شيء، فهي فترة تلاحم أسري في المنزل. من يعمل منكم في مجال العقارات راح تكون فترة مناسبة جدا جدا للحصول على مكسب أو ربح من هذا الموضوع. ننتقل إلى مجاميع الأسد. كلما انتقلت الكواكب إلى برج الميزان كل ما كانت أفضل إلك. بيتك الثالث يكتب إلك، أكو قسم من الطلبة يكتب لهم النجاح إذا كان ما يوجد الآن يعني نتائج إيجابية، إن شاء الله راح تكون نتائج إيجابية على الدور الثاني. يعني يكتب لكم النجاح في الدراسات التوجيهية، يكتب لكم كذلك النجاح في السفرات القريبة. عندكم فد أشياء إيجابية، خصوصا التخلص من أمراض الزهرة اللي تسببها الزهرة إلنا. فيمكن فد ارتياح من جانب أو ظهور فد أشخاص في حياتك، يمكن يكونون من السابق أو يمكن يكونون حاليين تتعرف عليهم جديد، ينمون قدرتك، ينمون طاقتك، راح تكون كثير الرغبة في التواصل والاتصال مع الآخرين. هذا يمكن راح يساعدك كثيرا في حل بعض أو حل بعض الإشكالات اللي تعانيها في حياتك. وصلنا إلى برج الأسد وهناك اتصالات نستقبلها في الفقرة. تفضلوا. صباح الخير. صباح الخير شجنة. أهلا هالة حبيبتي. 29-89. نعم. بسأل بس على الارتباط، تأخر بالارتباط وعندي نقل بالوظيفة. نعم. حاضر حبيبتي، حاضر. ممنونة، شكرا. كل الهلا هالة، كل الهلا بيك حبيبتي. نعم. بينما يتهيأ لنا الاتصال الآخر نكمل التوقعات. ووصلنا إلى وين؟ إلى برج العذراء. مثل ما ذكرنا قلنا برج الأسد راح يقدر يتخلص من أموره، راح يكون كثير التواصل مع الآخرين، لا تكون منطوي،
يعني حاول انه تتعاطى مع الاخرين لاجل انه يمكن تحلحل في موضوع شائك او فد معاناه معينه او فد موضوع يمكن دا تشوفه صار له كم شهر متعسر، فيمكن الخوض لتقليل تعسره. مواليد برج العذراء. ليلى؟ ليلى اهلا عليك، السلام. صباح الخير سجنان، اسلم. يا اهلا وسهلا يا قلبي، كل الهلا، تفضلي. سجنان الله يحفظك، ما تطلعين من الاستديو اليوم اذا ما تقولين مواليد بابا وماما ومواليدي، عن الحياه وعن الدراسه وعن علاقه ماما وبابا. يلا حبيبي قولي مواليدكم. بنتي مواليد بابا 16/12. نعم 1980. تمام. وماما 1/1 اي 1984 اي، وانا من مواليد 17/4/2002. انا طالب استاذ جايتني فتره امتحانات، بس اريد اعرف اذا ان شاء الله استاذ عن الامتحانات وعن الدراسه وعن الحياه يعني الفتره الجايه وعن علاقه ماما وبابا، واحنا راح ننتقل على بيت جديد بعد فتره، بس اريد اعرف عن الظروف. يلا قولي يا الله حبيبتي ليلى، شاكره لك ولاتصالك. اكيد احبائي وصلنا الى برج العذراء. برج العذراء دخول الزهرة إلى البيت الثاني دا يقول لك الآن انفتح أمامك باب، باب في ماذا؟ وكوكب عطارد موجود عندك راح ينطيك القدرة على التحرك والعمل. فعزيزي مولود برج العذراء، استسلامك للكسل في الفترة الحالية ما راح يخليك تبلغ الأماني. هذه الفترة تسمى فترة اجتهاد. دخول الزهرة هذا مبارك لك من باب أولا أنه بإمكانك الحصول على رزق، بإمكانك الحصول على تعويض. هناك أمور في حياتك قد تكون نفسية أو عاطفية، فرصة للقاء شريك الحياة، يمكن الحياة راح تكتب لك فد شراكات حلوة، يمكن لوجود الكواكب مواجهة لبرج الحوت وكذلك دخول الزهرة. هذا ايش راح ينطي لبرج الميزان؟ راح ينطي إمكانية وقدرة في لملمة الأمور العاطفية، كأن يكون صلح خصوصا إذا كان الشريك من مواليد برج الميزان. إضافة إلى ذلك إيجاد الشريك، تعويض مادي، تعويض معنوي. فشارد منكم هالفترة مجاميع العذراء، أريدكم تشدون حيلكم. اللي يخص وظيفة طريقة إيجابية للدخول في دورات تأهيلية لتأهيل الذات، مثلا إذا كانت الوظيفة مطلوب من عندي أنه أدخل دورة إنترنت حاسوب، يمكن أكو قسم من عندكم مختصين بعلوم التجميل ممكن يدخل دورة في هالأمور، فهذه كلها راح تساعدكم في أنه تخطون هالخطوات لمستقبل أفضل. من راح يجي كوكب عطارد بعد يدخل راح يكمل هالأمور، لكن عطارد إلى حركة تراجعية في دخوله إلى الميزان، فشارد هاي الفترة شدوا حيلكم بهالفترة قدر المستطاع لإيجاد الحلول، لإيجاد العمل، لإيجاد التعويضات. أكو قسم من عندكم عندهم يمكن قضايا بالمحاكم تخص فد تعويض أو فد إرث أو فد تركة، فهالأمور هذه كلها راح تلعب دور في حل هالإشكالات. إيجاد عمل، مباحثة لأجل مثلا تحسين وضع العمل أو إيجاد عمل جديد. فهذه الفترة أريدكم تشدون حيلكم، تشدون حيلكم مثل جماعة يعني الحمل الناري. هذه فترة جد ضرورية لتعزيز الوضع بصورة عامة المهني والمعنوي. ننتقل إلى الميزان. دخول الزهرة إلى برجك اللي هي تعتبر كوكبك الحاكم مباركة حلوة. هذا شرح ينطيك، راح ينطيك فترة إيجابية، ومن بعدها كل ما تقدمت ودخلت الزهرة إلى مواقع أخرى كأن تروح للعقرب، موجودة هسه حاليا عندك، من تروح للعقرب بعد 30 أيلول ومن تنتقل إلى القوس، لا وضع جد إيجابي.
فالفرصة الآن بين إيديك، الفرصة بين إيديك. راح وقت التأثيرات الفلكية، من كانت الشمس عطارد بالسرطان ومن كانت أمور. الوقت الحالي، الوضع العاطفي المتذبذب الموجود عندكم شوية راح يبدي يخف. لما تجي الزهرة تدخل راح يصير عندكم فد نوع من الصحوة تجاه الشريك أو تجاه الحبيب. يا ترى الفترة السابقة اللي كنت بيها فاتر وبارد، يمكن أكو قسم من عندكم مع الأزواج، مع الخطيبات، مع علاقات حب يمكن تكون في مستجدها أو في مستهلها أو في بدايتها، لا، هاي الأمور راح تأخذ مجال أكثر واقعية في أنه تستطيعون من تحريك خطواتكم العاطفية نحو الأفضل. لكن هذه هي فرصة للتخطيط لوضع أفضل. يا جماعة الميزان، أكو عندنا فترة مننا إلى ما تدخل الزهرة للعقرب، أريدكم بهالفترة تشتغلون لأجل تطوير وضعكم المادي، بإيجاد وظيفة، يا إما بإيجاد أو تحسين وضع أو فتح مشروع أو شراكة مع ناس. فهالأمور تبدون من هسه تشتغلوها. أكو فترة راح يتراجع بيها كوكب عطارد وياكم عندكم في البرج لت يعني. فهذه الفترة مو هي تعتبر محبطة تراجعها، بس يأخر. زين، احنا ليش نستغل هالفترة الصالحة لأجل انه نخطط للأفضل؟ أني ما أقعد راح يجي الحظ أمامي. فإذا من كانت له فرصة في ذلك، طلب عمل خصوصا في مجالات مصارف، خصوصا في مجالات إعلام، خصوصا في مجالات التدريس، في مجالات أخرى، هذه يمكن راح تساعدكم في إيجاد حلول لوضعكم المهني. فأريد هذه الفترة كل واحد يتوجه على المكان اللي دايريده، وهذه تسمى فترة إلحاح. أكو إلحاح مقبول وإلحاح ما مقبول، هذه الفترة تعتبر فترة إلحاح. ليش؟ حتى من تجي تدخل الزهرة البرج العقرب تحصدون النتيجة. فالوقت والعمل أصبح بين يديكم، لابد من ذلك. وضعكم العاطفي راح يبدي شوية يستقر. من كان منكم على خلاف مع الشريك أو الحبيب أو اختلاف في وجهات نظر أحياناً، لا، شوية هاي الأمور هاي الفترة راح تكون أكثر تعزيزية، راح يكون بها نوع من الصحوة تجاه ما فعلناه مع أحبابنا يمكن في تلك الفترة. إذا كنا شوية فاترين، شوية مبتعدين، شوية مهمومين رغم ضغط المريخ، المريخ بالعذراء هو ضاغط جداً، وعطارد أيضا ضاغط، بس أكو أمور تخفيفية دا تحدث. فدا يقول لك بداية انفراج وراها ما راح يطول عطارد ويدخل لكم. فيا جماعة الميزان أوصيكم هالفترة حيوا على العمل، أنتوا الحمل العذراء هذه الفترة. يا ريت نلتفت إلى مصالحنا، نحدد وجهة نظرنا، ما نشتت أفكارنا، هذا راح أحله وهذا راح أحله، لا، ما راح تجي الحلول كلها سوا، شوية شوية. فأريدكم برج الميزان في هذه الفترة تكونون أكثر نشاط وأكثر حرص وأكثر مسؤولية لحصد النتيجة. مجاميع العقرب تقول لك الزهرة حتى 30 من أيلول هناك أمور يجب عليك أن تتممها. أولاً لو كان هناك عندك فد أمور تجميلية غير يعني مو ضرورية، يعني ما إلها داعي لتدخل طبي وجراحي آني ومستعجل، لو كان ذلك بالإمكان تختارون الأيام الأكثر حظاً بوجود القمر. لكن الفترة الحالية تقول إنه دخول الزهرة إلى البيت الأخير شوية راح نشوفك عاطفياً فاتر. هذه الأمور تراعون، اللي مع مواليد برج العقرب تراعون انه يمكن شوية ما راح يكون كثير مهتم،
يمكن قراراته راح تكون ما اعرف راح تتخذ فد وقت طويل، راح تشوفون انه هو شويه ما عنده ذيك الحراره اللي انتم تريدوها من عنده، فلا تتهموا هالاتهامات، هذا تاثير فلكي الزهره في البيت الاخير. لكن تقول لك الزهرة أنت أيضا حدد أولوياتك، ابدي خطط، لأنه بعد 30 أيلول راح تدخل لك الزهرة، راح تخلي الوضع أفضل بالنسبة لك بكثير. الآن مواليد برج القوس، برج القوس هناك فد إيجابية حلوة في حياتك. أولا اليوم القمر ببرجك والحمد لله والشكر. ثانيا الزهرة دخلت إلى بيت الأصدقاء، بيت العلاقات العامة، بيت الناس، بيت الأماني، بيت المؤسسات النافذة. فهالبيت هذا جميل جدا، يدعم تحركاتكم. هذه الفترة راح يكون لكم نشاطات اجتماعية، خصوصا اللي يريدون يقدمون على أمور إعلام، ما إعلام أو دراسات إعلام أو دراسات متطورة متقدمة في مجال الإعلام، فهالأمور أو القضاء لأنها تعتبر مؤسسات نافذة أو الدولة. فمن كان لكم عند فد مراجعة أو فد قضية أو فد مطلب من هالمؤسسات أو يمت صلة إلى ذلك، فهذا يقول لك ابذل الجهود لأنه راح تصل إلى مستوى أعلى، أو يمكن تكون عروض عمل لك إيجابية في ذلك. وكذلك اللي مو بس برج القوس، اللي طالع القوس، فأمامك أسبوع موفق وفترة حلوة جدا، استغلها في تنمية وضعك الاجتماعي، بيت الأصدقاء، بيت المؤسسات النافذة، راح تتعرف على ناس. وممكن في هذه الفترة أكو قسم من مواليد برج القوس قد يقع عليهم الاختيار لشراكة حياة جديدة أو دخول القفص الذهبي. أكيد بعد ما تنتهي فترة الحداد اللي دنمر بيها، لكن هي مثل ما يقول الإنسان يعين وبعد ذلك يعني يتقدم. ننتقل إلى الجدي. الجدي، ما فعلته في السابق سوف تحصد ثماره. نجاح عندك، نجاح. هذا النجاح راح يكلل شوية ضائقتك المادية وضائقتك المعنوية وانحسارك وانغلاقك في أنه أصبحت قليل التفاؤل وكثير التشكك، سواء كان في أفعالك، سواء كان ها أقدم على هالخطوة، لا يعني لا ما أخاف، يعني صاير عندك شلون مثل فد نوع من التردد في الإقدام. لكن اللي فعلته في السابق وتعبت عليه راح تحصل نتيجة. كثير من مواليد برج الجدي عندهم نجاح، عندهم ترقية، عندهم نصرة من بعض ظلم. دخول الزهرة إلى البيت العاشر راح ينطيك فد ألمعية وفد نجومية، لكن هذه الألمعية والنجومية كل واحد حسب ظرفه، مو يجي يقول أنا قاعد لا والله الزهرة راح تساعدني. لا، أكو فالتغييرات في داخلك راح تساعدك على الحصول على ذلك، فيجب أن نسعى لكي نحصل على ذلك. فعندك نجاح، عندك تبرئة، أكو قسم منكم محكومين عندهم تبرئة، أكو قسم من عندكم مظلومين إلهم نصرة، أكو قسم من عندكم دا يسعون إلى تحسين وضع، أكو قسم منكم في العمل راح يحصلون على ترقية. فكل الأمور الجاية إيجابية، فاسعى يا عبدي بالخير وأنا أسعى معك بانتظارك الفرحة، لكن الفرحة عليك أن تكللها بالعمل، وخصوصا بعد من راح يبدي يدخل عطارد أيضا، هذا راح يعزز ويسرع بالموضوع. هذا قبل فترة تراجع في الميزان، مو أول ما راح يدخل الميزان يتراجع، لا، يدخل يبقى فترة وبعدين يبدي يتراجع. فعدكم فترة هذه شوية حلوة تسمى فترة التقاط نفس. ننتقل الآن إلى الدلو.
مولود برج الميزان يعتبر بيت الدلو لك فترة أسفار بعيدة، فترة تقديم أو نجاحات في أعمالك، سواء كانت المهنية سواء كانت الأكاديمية. هي فترة مناسبة للنجاح ونيل شهادات عليا، كشهادة ماستر أو دكتوراه راح يكون عندكم موفقية، أو إذا كان عندكم تقديم دراسة أخرى، دراسة أكاديمية لشهادة ثانية إن شاء الله مناسب، كأن يكون عندكم أو الشخص المدرس الأكاديمي ممكن أنه يكون يترفع إلى فد مرتبة أعلى. زين، هاي بالنسبة للأكاديميين والدراسات الأكاديمية. أكو قسم منكم من يفكر في أسفار بعيدة، فمن الممكن كذلك وجود الزهرة في برج الميزان داعم لك جدا من خلال حياتك الدينية، حياتك الروحية، تغيير بعض الأفكار. هناك أناس سبحان الله أو النعمة الإلهية راح ترسلكم، يعني ترسلهم إليكم كأشخاص يعتبرون يعني إلهم فالدور في تغيير حياتك، فهذه كلها إن شاء الله تكون وصلة إيجابية. حاول في هذه الفترة بذل الجهود والاستفادة من الأخوة المساعدين في هذه الفترة. ليش؟ لأنه هذه فترة عمل أيضا لك لأجل تطوير وضعك المادي، وضعك النفسي، وضعك الصحي، وكذلك الشفاء من أمراض الزهرة. الحوت، دخول الزهرة إلى برج الحوت يعني بالإمكان التوظيف في مجالات المصارف، وهناك أيضا مجالات إيجابية في إنشاء أو شراكة مصرف، إيداع، أخذ قروض، أخذ يعني ردود على قروض متأخرة، مستحقات مالية لدى قروض، مشاركة في موضوع قروض، تحويل مادي، حل موضوع معقد. من كان منكم يعمل في مجال المصارف فهناك ترقية تنتظره، فهذه الأمور كلها مشجعة جدا. الوضع المادي ومحاولة تطويره، كأن الحصول على وظيفة أو حلحلة موضوع أو حصول على قرض لأجل بناء أو لأجل حلحلة موضوع معين، السفر يعني إجراء دراسات تخص الأمور المصرفية أو أمور المالية أو التبادل التجاري كالتجار مثلا، راح تكون موفقة. هذه الأمور كلها راح تلعب دور. طيب، اللي ما عندهم هالشي فهو بيت ما مؤذي، يعني بالنسبة للحوت كل ما كان الكواكب موجودة في برج الميزان فبرج الميزان ما عنده إشكالات في أنه يحسن وضعه، إضافة إلى إتمام شفاءة من أمراض الزهرة، يعني الأمراض اللي تخص البشرة وأمراض الهرمونات، وكذلك قسم من الأمراض النفسية اللي لو اختلطت العاطفة عندنا ممكن الشفاء منها في الفترة الحالية. فهالمسائل هذه كلها تلعب دور في أنه إحنا نفكر في هالأمور في هذه الفترة ونسعى جهدنا بالعمل، فلا يأتي الحظ لكي يطرق الباب، لكن العمل هو اللي راح يساعدنا في ذلك. فأتمنى لكم من الرب القوة، القدرة، الشجاعة، كذلك رد التشاؤم، القوة بإيمان إيماننا بالله وبإيماننا بقدراتنا وعملنا الدؤوب لأجل الحصول على نتيجة أو حتى الحلول البديلة. إذا أنا متوجه إلى وجهة دا ظل أكرس وضعي فيها مدى أجد نتيجة، فلا بد هناك من حل بديل، فهذه فرصة لحلول بديلة، شفاء من أمراض الزهرة لبعض الأبراج اللي ذكرت لهم إياها. فيلا طالما هناك مجالات نستفيد منها فليش ما من الممكن أنه نستفيد منها التأثيرات. الزهرة من الكواكب
الجارة للأرض وتأثيرها جميل جدا علينا. نجمة الصبح هي تشرق في كوكب الأرض، فيرى منه من خلال جمالها، فلذلك سموها ربطوها بالجمال. فلهذا نتمنى من كل قلوبنا في هذه الفترة أنه نستفيد من الأوضاع اللي ممكن تكون بصالحنا لأجل دعم مسيرتنا الحياتية، دعم مسيرتنا مع أحبائنا، مع أسرنا، مع شركائنا في العمل، كذلك مع الذات. يجب أن تكون هناك مصالحة مع الذات، وهذا ما تفعله الزهرة خصوصا لمواليد برج الميزان. يعني من دخلت لهم أكو فد مصالحة مع الذات، من بعد يمكن فد فتور أو من بعد فد تشاؤم، خصوصا العشرية اللي تخص زحل. فهالأمور هذه كلها راح تلعب دور في تغييرات. يا ربي نحو الإيجاب دائما وأبدا، للإيجاب، للخير، للعمل، لتمشية وتتميم نشاطاتكم وأعمالكم ومصالحكم نحو الأفضل، والله أعلم. أنتقل الآن إلى عندنا، كان عندي سعدية تقول أني 21/10 أسأل عن الصحة. 21/10 الفترة هذه تكون أواخر الميزان وبداية العقرب، يعني هذا التاريخ 21/10 أواخر الميزان، العشرية الأخيرة من الميزان اللي تخص كوكب المشتري. كوكب المشتري الآن متراجع في برج الدلو، يعني الموضوع الصحي اللي يخص المشتري، لأنه المشتري أيضا يأثر على الناس، كل كوكب له فالتأثير على موقع من مواقع الجسم. أوكي، فهل الأمور هذه تلعب دور كبير في أنه نحصل على استشفاء الصحة؟ راح تكون أفضل بكثير من الفترة الحالية، خصوصا بالنسبة للأمراض اللي دا تعانون من عدها. هذه تعتبر فترة استشفائية علاجية، كل ما دخلت الكواكب إلى البيت الأخير، خصوصا هسه دخول الزهرة إلى البيت الأخير، يعتبر فد بيت استشفائي. من المرجح أنه شوية نتابع هالموضوع. ليش؟ لأنه البيت الأخير مو مثل البيت الثاني، البيت الأخير شوية بس موضوع الاستشفاء يأخذ وقت، لكن يلا طالما إحنا نتابع فإن شاء الله يكون خير وسلامة للجميع. أشكركم وأشكر متابعتكم. ذكر السيد المخرج بأن وقت الفقرة انتهى. شاكرة لكم ولمواصلتكم ومتابعتكم. بكرة إن شاء الله أكمل الرد على الأخوة والأخوات المتصلين. أنقل الأجواء الآن إلى زميلة هالة. شكراً لك سجيران، دائماً تنطينا طاقة إيجابية ودائماً تنطينا معلومات تفيدنا ونصائح أكيد نستفاد منها بحياتنا إن شاء الله للاستفادة يا رب. أكيد، شكراً لك. شكراً لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. أتمنى لكم نهار مليء بالخيرات والبركات، وأيضاً أتمنى لكم الصحة والسلامة، ومع السلامة.